مش هتشتغل تاني. ممكن البطارية. لا مش البطارية، هي اللي ام فاروق بصت لنا في الخروج. مين ام فاروق؟ الست اللي بتقف على الناصية مركزة معانا في الراحة والجاية. طب ما نوديها للميكانيكي. او تعملها انت. لعلمك انا اشتغلت 25 سنة ميكانيكي. الله يسامحك يا اياد. في ايه؟ العربية هتبوظ اكتر. وانتوا مش واثقين فيا ولا ايه؟ لا. لما بصلح حاجة ببوظها؟ اه. امال ايه طيب؟ وكمان الميكانيكا ايه غير مفك وربط؟ خلاص اهو يا مالك، دي نفس مشكلتنا والظاهر العيب في الشكمان. شكمان؟ ربنا يا اسطى. ما طلعش من الشكمان، الظاهر انه من المرش. خلاص هانت، ما طلعش من المرش، دي نفس مشكلتنا، طلع من حساس البنزين. انا كده جبت النهايه، طلع حزام الامان، الفتيس. انا زهقت. طلع من مفتاح الاشارات. كاوتش. في حاجه تانيه؟ لا خلصت كل المحاولات، هي ام فاروق اللي بصت في الخروج، اسمع مني. ام فاروق ايه بس يا بابا، اتصرف. العمل ايه دلوقتي يا بابا؟ انا مش عارف. طب اجرب كده. اجرب ايه؟ بس خلاص عملتها. هي كان فيها ايه؟ شويه مشاكل كده مع ادم مش هتفهموها. طب ما تشالها بقى نمشي. يلا ايه؟ ما مش هتمشي غير لما الحاجات اللي فكناها دي تتركب. طب ما تركبها. لا انا فك بس، تركيب لا، ادي العيش لخبازه، ده مبدا ماشي بيه. هي ام فاروق اللي بصت لنا في الخروجه، انا عارف مركزه معانا في الراحه والجايه.